اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد احمد كوجوك وزير الماليه حيث تابع السيد الرئيس مؤشرات الاداء المالي للموازنه العامه وجهود الحكومه لتحقيق التوازن المالي بما يسهم في تحسين اداء الاقتصاد الوطني لا سيما في ضوء التحديات الاقليميه المتزايده بما لها من تداعيات اقتصاديه واوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان الاجتماع شهد كذلك استعراض الاجراءات الحكوميه المتواصله لجذب المزيد من الاستثمارات المحليه والاجنبيه ومن بينها حزمه الحوافز والتسهيلات الضريبيه التي تم الاعلان عنها مؤخرا كما تم عرض الجهود المستمره لخفض المديونيه الحكوميه بشكل متكامل بما يحقق تحسنا في كافه مؤشرات المديونيه في المدى المتوسط، وكذا العمل الذي تقوم به الحكومه لتعظيم العوائد الدولاريه. وقد وجه السيد الرئيس بمواصله مسار الاصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف الى ضمان الانضباط المالي والحوكمه السليمه. من خلال ترشيد الانفاق العام وتعزيز الايرادات العامة وخفض المديونية الحكومية على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه تحديات مختلفة ويوفر بيئة استثمارية وتنموية تنافسية بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الإيرادات للدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية